نحكيو على عالم جاتو جرثومة ما تتراش كي وصلت لتونس، خفنا وسكرنا البلاد. احكي لنا في جهتك اش صار. في جرزيس وصلنا حالات في النهار بالأربع حالة كوفيد كل، والحالات الوفيات 3-4 كل يوم برسك. حتين نعمل الفاكسان باش نمنع، كيف نشوف العباد ميتة كل يوم قدامي كل شيء، ماذا بيا نحب نمنع روحي. العالم ولا قرية صغير والأمراض تنتشر بصفة كبيرة. الكورونا ما زالت، هي ولا غيرها لازمنا نردوا بالنا، لازمنا نحل ونعالجوا. حلل وعالج، مشروع جامعة محمود الماطري بالشراكة مع فايند ويونيتيد.